وعزة جلال الله ما هسيبك في حالك يا بدر رفضي. بصي بقى انت تشهدي على روحك لان انا هاخد روحك. ما تتهد بقى خيالت امي. لا بنت زيك انتي تشتغلنا انا؟ ده انا الحناوي، ده انا الملقب بالملك. تقوم بنت زيك انتي تشتغلنا انا؟ يا استاذ حناوي كل اللي حصل ده صدفه، انا لساني اللي عايز اقطعه ده حورت تحويله كده قلت سعر المتر هيوصل 900 جنيه وقدرت قادر اتحول لحقيقه اعمل ايه؟ امن انا على كلامك ده. انت شايفاني بريال يا بنت ولا مش عارفه بقى. بصي بقى يا ماما الموضوع ده كله مترتب من الاول زي الفل، وانتي والناس اللي معاكي نيمتوني كده زي الشاطر ورحت انا بيع لكم اللي ورايا واللي قدامي بتمن بخس، وانتوا بتشتركوا دلوقتي في القسمه كلها. وانت مش عايز تصدقني ليه؟ بتصدق امي بقى. تزعقي لي يا بت. انا مش قصدي يا باشا والله، ابوس ايدك ابوس ايدك ارحمني. بصي بقى نهايه الحكايه دي كلها انك لازم تموتي، لانك مش مستوعبه حجم الكارثه اللي انت عملتيها فيا وفي الناس اللي ورايا اللي لو عرفوا بس خبرك هيشربوا من دمك بس انا اللي مانعهم عنك. مين دول كمان؟ شركاتي. يا لهوي اللي انضربوا على قفاهم معايا. ايه رايك بقى؟ تليفون بيرن. ده اكيد بقى ايه شريكك الحبوب الحلو كده يقول لك تعالي يا حلوه عشان تاخدي نصيبك، صح؟ لا اصلا ظبط الالارم. الارم اصل الساعه دلوقتي دقت 12 وده معناه عيد ميلاد حبيب قلبي وقمري وشمس سلامه اللي انت عايز تحرمني منه. ممكن بعد اذنك ابعت له فويس اقول له هابي بيرثداي تو يو، او ممكن يعني تبعت حد من رجالتك يبعت له هديه على البيت. اصل الصراحه كنت عامله له سربرايز وانت بوظت كل حاجه. انا عارف طبعا ان انت لازم تكسبي ارضيه وتكسبي شويه وقت عشان تشوفي لك حجه شمال حلوه زيك كده تخلعي بيها من المأزق اللي انت فيه. انت على طول ظالمني كده يا باشا، انا عمري ما مشيت في الشمال ولا ليا فيه ولا بسكت عليه. يا لهوي يا لهوي على الكدب ربنا يستر. تقولي يا بت؟ انا بقول يعني ربنا يعديها، اصل دماغي ورمت يا باشا. الله اكبر الله اكبر، جت حاجه دلوقتي في دماغي. هو انا لو كنت طبخاها يعني زي ما انت بتقول اكيد يعني هكون اذكى من كده واختفي وامشي، لكن مش هفضل في مكاني مستنياك تيجي تنتقم مني. ده اللي عامل لي خراج في دماغي، ده اللي عامل لي خراج في دماغي بقى. استفتي قلبك يا باشا، هقول لك ان البت اللي قدامك دي بريئه، خليني امشي واتكلم مع الراجل وهرجع لك ارضك. اطوعك؟ اطوعني. طيب شيطانك بقى الجميل الحبوب اللذيذ ده وزك انك تعملي حاجه كده ولا كده؟ رقبتك هتطير. وقتي. اتفقنا؟ اتفقنا. ممكن بقى اكلم سلامة؟ تعالي. انا عارفة ان انت مش طايق تبص في وشي، انا اسفة، وانا ببعت لك الفيديو ده دلوقتي عشان اقول لك اللي بيحب بيسامح. انا كنت اكلمك الساعة 12 بس حصل لي شوية ظروف كده هقول لك عليها. شايف الراجل اللي ورايا ده؟ ده كان خاطفني وعايز يقتلني من شوية. والله كان عايز يقتلني يا سلامة. تنيلي ايه؟ يا باشا يا باشا انا ما كنتش هشيره، انا كنت هبعته له على الواتس. واتس؟ بصي بقى يا ماما انت تغوري من هنا دلوقتي وتشوفي لك حل في المصيبة اللي انت حطانا كلنا فيها، فاهمة ولا مش فاهمة؟ غوري. حق موبايل. خدي. شكرا. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.